إيه اللي بيحصل في روسيا؟ مش بقى الحرب الروسية الأوكرانية، وما الذي يحدث بين روسيا ومجموعة فاغنر؟ شيء غريب جدا. طيب أدي واحد، إيه اللي بيحصل في السودان؟ ومين اللي بيدفع ما يحدث في السودان للمزيد من التفاقم؟ شيء غريب جدا. إيه اللي بيحصل في أفغانستان اللي كأنها أصبحت ناسياً منسياً؟ شيء غريب جداً. إيه اللي بيحصل في كل حتة في العالم؟ زي ما كنت بقولك في فلسطين، شيء غريب جداً. هو العدالة كانت إن العالم يأيد ميليشيات مسلحة ضد نظام قائم في سوريا؟ أو إن العدالة إن العالم يغض الطرف بسبب جرائم وبشائع وسخائم وشنائع حصلت في العراق على إيد الدواعش؟ وبيتفرج لحد ما العراق حرر نفسه يعني، بس العالم اتفرج. طب والعدالة بتقول ان العالم يخش يساعد على الفوضى داخل دولة مستقلة اسمها ليبيا، وبعد شوية يرجع يتفرج يقول لك احنا ملناش دعوة ملناش دخل، بس والنبي يا جماعة اعملوا بقى. انهي عدالة؟ عدالة ايه؟ هرجعك على اللي بيحصل مثلا في روسيا. مجموعة فاغنر انت ما تفهمش عمليا هم مع مين؟ مع نفسهم ولا مع الروس؟ طب وايه اللي يحرك مجموعه فاغنر باتجاه موسكو وتقف على مشارف العاصمه الروسيه؟ 5000 مقاتل كامل العتاد، وبعد شوية يرجعوا تاني ويقولوا احنا راجعين لقواعدنا لتجنب إراقة الدماء. طب الوسيط في هذه الحالة كان رئيس بيلاروسيا، يكلم قائد مجموعة فاغنر أو ميليشيات فاغنر ليتوسط علشان تنسحب مجموعة فاغنر تاني. الأزمة جت بعد ما قائد فاغنر اتهم الجيش الروسي بأنه عمل عملية قصف للقوات وأنه راح ضحيتها حوالي 2000 مقاتل أو مجند أو مشارك، سميها زي ما تسميها، جوه ميليشيات فاغنر. فيبدأ بعدها على طول بعد هذا الاتهام قائد فاغنر يهدد رسمي انه اذا ما جاش وزير الدفاع ورئيس الاركان الروسي لمقابلتي شخصيا انا هتحرك ناحية موسكو. وبالفعل ولا راح وزير الدفاع الروسي ولا راح رئيس الاركان الروسي لمقابلته، فما كان من قائد فاغنر الا انه حرك مجموعاته لمدينة روستوف الروسية الحدودية، وبدأت تستولي على مواقع عسكرية وكما قالت وكالات الأنباء، ده طبقا للأخبار المنشورة صح؟ وبعد كده يعلن قائد فاغنر أنه متجه إلى موسكو. بعدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه حصل تمرد من فاغنر وأن هذه خيانة وأن هذه طعنة من الخلف، ويعلن عن عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو وبعض المدن الروسية الأخرى. طيب خلوني هستأذنكم أحاول أفهم أكتر من دكتور رامي محمد كامل الأليوبي، أستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. أهلا بيك يا دكتور رامي. مساء الخير. مساء النور، إزاي الصحة؟ تمام. مهم عندنا ان احنا نفهم، احنا فعلا يعني متلخبطين ومش قادرين نفهم ايه اللي بيجرى. فاغنر مع من ضد من؟ وما الذي دفع فاغنر للتحرك باتجاه موسكو؟ يعني في الواقع في الاساس فاغنر هي شركه عسكريه خاصه على غرار نموذج شركه بلاك ووتر الامريكيه، وقد باع سيفها عالميا بعد ان شاركت في العمليات علية المخاطر في سوريا، وتحديدا في عملية تحرير مدينة تدمر من مسلحي داعش. ولكن المشكلة والاختلاف ما بين فاغنر وبلاك ووتر تكمن في أن القانون الجنائي الروسي يحظر تدريب المرتزقة وإشراكهم في أعمال القتال، فهذا وضعها ضمن منطقة رمادية من القانون، وبالتالي أصبحت أوضاعها غير منظمة. وبالتالي لما بدأت الحرب في أوكرانيا خرجت هذه الشركة إلى العلن وبدأت تتمتع بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية، وصلت إلى الحد أن مؤسس فاغنر يفتيني بريغوجين بات يذهب إلى السجون والإصلاحيات ليجند المساجين للقتال مقابل دوافع مادية والإفراج والعفو عنهم.
فبالتالي تدريجيا ما جرى ان هذه الشركه التي لا تخضع لاي قانون خرجت عن السيطره، وبالتالي اصبحت تشكل عنصر خطر للدوله الروسيه. وهذا فعليا ما ادى الى وقوع هذا التمرد الذي نشهد تداعياته اليوم. وبالتالي هذا طبعا يعني لا يصب في مصلحه الدوله الروسيه كونها يظهرها او يظهرها كدوله ضعيفه غير قادره على التحكم في كيانات الدوله. وبالتالي هذا ادى الى نشوب هذا الوضع الخطر والذي تسعى روسيا لاحتمائه اليوم. طيب دكتور رامي، يعني بعدما حصل هذا أو حدث هذا التحرك من قوات فاغنر ثم الانسحاب بوساطة من بيلاروسيا، تعتقد أنه خاصة مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سوف يكون هناك تحرك ما من الجيش الروسي أو تحرك وقرارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه أو ضد ميليشيات أو قوات فاغنر؟ يعني من المؤكد أن الكرملين يضع الخيار العسكري كآخر خيار، لأن نشوب اقتتال داخلي ليس من مصلحة روسيا وليس من مصلحة الكرملين، لأن يعني وقوع حرب أهلية أو نزاع عسكري داخلي هو آخر ما يتمناه بوتين، الذي يقدم نفسه دوما كرجل حقق استقرارا داخليا وبلاده. فبالتالي هو مؤكد أنه مصاب بهذا التيار، ولكن ذلك يعني أنه سيؤدى إليه تلقائيا. طيب يجي هنا سؤال آخر، فاغنر متواجدة في أكتر من دولة حول العالم، أظن حوالي 7 دول تعمل بها أو داخلها أو داخل حدودها أو حتى على حدود مشتركة مع دول أخرى تعمل بها قوات فاغنر. هل ما حدث في هذه الآونة من هذا الخلاف الروسي ما بين كريملين وما بين فاغنر قد يؤدي إلى تداعيات على أوضاع فاغنر في الدول الأخرى؟ هل سوف تقوم روسيا بعمليات استخباراتية للتقويض من قوة فاغنر؟ بالتأكيد هذه ضربة كبيرة بسمعة الشركة التي بدأت في السنوات الماضية تتوسع في العالم ولا سيما في القارة الأفريقية، حيث كانت تقوم بمهام قريبة من تلك التي تقوم بها الشركات الأمنية الخاصة، مثل تدريب الأفراد وأفراد الجيش والشرطة أقصد، وكذلك حراسة كبار الشخصيات. فبطبيعة الحال أي دولة تريد أن تتعامل مع شركة لها وضع قانوني في بلدها وليس في على خلاف مع حكوماتها. تعتقد دكتور رامي أن الوضع أو الحالة انتهت عند هذا الحد أما أن هناك تفاعلات وتداعيات أخرى في المستقبل القريب؟ حتى الآن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور تتجه إلى التهدئة، لأن تفاقم الخلاف ليس في مصلحة أحد. هناك إجماع روسيا في الإدراك على أن أي اضطرابات داخلية تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الغرب وأوكرانيا، ولذلك الآن بكل تأكيد هناك توجه نحو التهدئة، ولكن طبعا التداعيات ستأتي ولا بد من إعادة النظر في أمور كثيرة في روسيا، ومنها مثلا وضع قانون ينظم أعمال الشركات العسكرية الخاصة، وكذلك تهديد إلى موقف من مسألة احتكار الدولة لحتى استخدام القوة، والعديد من الملفات ربما إقالات كبار الجنرالات ومسؤولي المخابرات والمخابرات المضادة الذين لم يرصدوا تلك أو فشلوا في التنبؤ بهذا التطور. أشكرك جدا دكتور رامي محمد كامل الأيوبي، الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو.